سائل يقول: يوجد من يقول، أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما حكم ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا؟ حكمه أنه يكفر إذا تركها متعمدا ولو كان مقرا بوجوبها، ولكن تركها تكاسلا وتهاونا بها، تركها متعمدا يكفر بذلك. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، صحيح مسلم. وفي السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم إيش؟ لم نكن من المصلين. هذا أول جواب، هذا أول جواب: لم نكن من المصلين. نعم.